انت دلوقتي هتلعب الاثنين مساكين، هو بيلعب النهارده بثلاثه مساكين. انت بتضحك على ايه يا ابو ده؟ انت فاهم اللي انا بقوله ولا مش فاهم؟ مين اللي فاهم؟ لا انا فاهم. لا لا مش فاهم حاجه. لا يا كابتن انت انت اللي عايز تفهمنا غلط يا كابتن. لا لا يا كابتن افهمك غلط. لا الوقت انت عمال تقول فيرا ومش فيرا. طب انا اتكلمت عن الراجل. انت الراجل اللي بيضحك مش انا اللي بضحك. انت هتكذب. انت هتعيش في دور مصر. انت لا يا كابتن مش كذاب. لا انا عيب. بص يا كابتن انا جبت اسم الراجل. انا لسه بقول لا 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 يا كابتن انا ما اتكلمتش. انا ما اتكلمتش. انا مش قاعد في فصل. أما لا يا كابتن ما تكلمنيش كده. لا ما تكلمنيش كده. كابتن ابو الدهب. كابتن ابو الدهب. كابتن ابو الدهب. انت فاروق اللي كابتن بيتكلم مش انا. كابتن رضا. يا كابتن رضا انت بتضحك. ايه يا كابتن بضحك على ايه؟ مين قالك ان انا بقى انت بتتكلم؟ انا ما بضحكش. هو ما تضحكش يا كابتن. هو ما تضحكش. ما تضحكش. لا والله. لا 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 ما تضحكش. ما تضحكش يا كابتن. لا مش هعديها طبعا. ما تضحكش. لا ما تعديش براحتك. الكلام اللي انا بقوله كبير عليه وربنا يا كابتن كبير ايه؟ انا بقول يا كابتن كل واحد له احترامه. كابتن اتفضل يا كابتن. بيلعب بثلاثة مساكين. بيلعب عندك الونش وعندك محمد عبد الغني وعندك عفشافي وسيد نيمار وعندك عبد الله جمعه صح؟ وحاطط في القلب كان امام عاشور ورؤى. مش ده اللي حصل الشوط الاولاني؟ وزيزو وبن شرقي والسعيد. مش هو لعب كده؟ طيب انا لو انا من البدايه واحد في نص الملعب زي سيف فاروق جعفر لما نزل كده ومسكني كوره وعمل كام باص، ده لو بيلعب من الاول هيفرق كتير جدا. هو كان هيبدا على فكره. ماشي. هو عنده الجراءه كابتن ان هو يلاعب واحد يعني ما لاعب من البدايه. ما لاعب نيمار اللي هو مش حتته بكرايت يا ما هو ما عشان ما عندوش لا يا ما انا بقول لك اهو. لا ما انت عندك هو الفكر بقى في الحته دي. امام عاشور هو حب يستفاد من امام عاشور في المنطقه. استنى بقى. لا انا بكلمك على امكانيات اللي عندي. انا بقول لك لاعب كابتن انت لو لعبت امام عاشور ناحيه اليمين هتفضي. لا مش هفضي. ده بالعكس. لا رؤى ما يعني انت شفته النهارده برضو حركته بطيئه شويه وما كانش يا حبيبي. انا بقول لك على فكره سيف في الحته دي احسن من امام عاشور. سيف في الحته دي في الفتره دي هيبقى اقوى من رؤى. هو لعيب كويس ما لناش حاجه. طيب ماشي. ما انت عايز واحد يتنطط لك على الكوره. بتتكلم انت في لعيبه خبرات في المباريات يا بسيط بالخبرات. ما كانوش شايفين في اول الشوط. ملهاش علاقه بقى بالاداء. ما انا بقول لك دلوقتي انت اسمعني. اقوى جبهه في النادي الاهلي مين؟ ناحيه ايه؟ الشمال. صح ولا غلط؟ اقفلها بامام عاشور واحط سيف جنب رؤى. يبقى رؤى بيدافع. طب الشمال النهارده ما عملتش حاجه. ماليش دعوه بقى. انا مش مغسل قدام الجنه. انا بكلمك طبيعي كده. طبيعي لو انت هتلعب النادي الاهلي مين اول واحد بيتمسك؟ لا يا كابتن رضا انا في النقطه دي اختلف معاك فيها فنيا. وانت عارف انت الاختلاف معاك بيبقى عادي. يعني الناحيه الثانيه بتاعت محمد هاني هي اللي فيها الخطوره؟ لا محمد هاني كان وحش وفي جون سبب والتغطيه العكسيه. لا انا بكلمك. لا انت طبيعي هجوم النادي الاهلي وكره النادي الاهلي خطورتها بتيجي منين؟ بتيجي من الاطراف. لا واكتر حاجه منين؟ من العمق. لا من الشمال من عند علي معلول. لا ده خلاص ده منتهى لما بيكون فايق. ماليش دعوه بقى. وانا بقول لك انا مغسل وده من جد. ماشي أنا بس هي النقطه اللي بتاعت امام عاشور. انت لو عايز مش ما تلعبوش حط مثلا محمود وحيد. رضا امام عاشور كان في الحته دي كويس قوي بيلعب النهارده. فين ده الشوط الاولاني كان مش شايف. اسمع اللي بقول لك. الزمالك كله كان شوط. معلش ما هو انت لكن انت لما تجيب واحد هنا تحطه هنا عشان في الجبهه هي مش شغاله. ماشي دي مشكله. خلي بالك ما انت اللي هتلعبه ده لعيب كوره وهيمسكك كوره. وهينزل. بس ما كانش وحش. كان يعني بيشتغل يا حبيبي ما تظلموش. هي مش حتته. طبعا هي مش حتته لان هو بيلعب اصلا. اكيد جربه في التمرين هنا يا كابتن. شاف ان هو ممكن يقدر يلعب. يا عم كان سيف لسه كان هيلعب كده من الضرب النار وبعد يعني. كده اتغير في ثانيه. واخد بالك زي ما ابو جبل اتغير وزي ما طارق حامد مجا كل يعني في لعيبه يعني بعدت عن الماتش بمزاجها. فانا بقول لك الطبيعي العب بامام عاشور ناحيه الرايد وحط سيف ده واخد بالك وجنبه رؤى وقدامهم زيزو وبن شرقي. انا قلت حاجه غير كده وقلت ما تحطش بقى عمر السعيد حط واحد زي اوباما واخد بالك. تمام. ده من البدايه. ده من البدايه ليه؟ اوباما مهما كان مش فايق بيعرف يجيب جول. مهما ما كانش فايق هيعرف يستلم ويلعب مع الراجل اللي جاي. قلنا كده. بس اكيد اوباما الراجل وصل مرحله مع ان هو شايف ان هو انا بكلمك يعني ما ينفعش. انا ما بقولكش يلعب. انا بقول لك كان من البدايه ما بقولكش يلعب. واخد بالك. دي حاجات كانت هتفرق. ينزل بقى الشوط الثاني زي ما هو عمل كده شيكابالا. ينزل بعد كده يوسف اسامه نبيه هيبقوا اضافات. انت هو غير ونزل حسام عبد المجيد. طب ما انت طلعت عبد الشافي ليه؟ ما عبد الشافي كان قافل الحته دي والوحيد. عشان ما حدش يقول لي ده كبر. عايزين بس نعرف في اصابه ولا لا يعني عبد الشافي. لا هو غير عشان ان هو يعمل ضغط من قدام. لما جاب الجون الثاني
جاب الجول الاولاني والتاني قام عمل ايه؟ قام جاي عايز يرجع تاني للطريقه فنزل حسام عبد المجيد اللي هو تسبب في الجون التاني. قلش هو طبعا مش طبعا غصب عنه واخد بالك، بس لو هنا بقى عبد الشافي موجود مش هيعملها بالشكل ده. ليه؟ لان هنا الخبره هتلعب دورها. تمام. فاحنا بنتكلم بنقول الكلام ده ان هو يعني ناشئين، بس ناشئين تستاهل ان هي تلعب ماتش القمه. ممكن يبقوا دول الفتره الجايه بيلعبوا بشكل اساسي كده. لا انا طبعا هم يلعبوا خلاص بقى. ما هم دلوقتي النهارده لعبوا اقوى ماتش في الدوري المفروض يعتبر. ادى مردود للناس ان عشان بس الناس برضو الجهابزه اللي تقعد تقول لك ما فيش لعيبه في مصر. لا احنا ما عندناش مدربين في مصر. ما عندناش واحد يطلع ناشئ زي النهارده. هقول لك حاجه، بس الباص اللي هو اتعمل بتاع سيف فاروق جعفر لشيكابالا، شفت كام متر اتعمل فيه الباص منين لفين؟ وراحت مظبوطه وشيكابالا عملها اللي هي راحت لامام عاشور وبعد كده حطها جت في العارضه. حصل؟ تمام. يعني شوف المساء دي حاجه. تاني حاجه يوسف اسامه نبيه داس على الكوره وحط الناس في ظهره وعملها بالعرض ازاي؟ احنا بنتكلم على الناشئين دول. تمام يا كابتن. اللي هم امل مصر سواء هنا او هنا الصراحه. واخد بالك؟ انت حتى بتطالب بمصطفى شوبير يبقى موجود. طب هطلع الفصل.